الاغنيه دي كانت معموله لعمرو؟ يعني الاغنيه دي انت عاملها لعمرو ولا كانت لحن واديته لعمرو؟ كانت لحن اديته لعمرو. ليه عمرو؟ انا هي ربنا عملها كده. انا احكيت القصه دي برضه قبل كده، هتكلم عن رضا امين طبعا. طبعًا رضا امين هو اللي عامل الاغاني الشمس الجريئه وصاله تحلى ككاتب وشوقنا الله يرحمه. الله يرحمه. عمرو انا كنت عامل الغنوه دي لواحد مطرب جديد يعني. فالمهم كان عليها كلام تاني، اسكندريه اشواقنا وبتاع، وانا قلت له بقى مش عايز اغني الاسكندريه تاني، عملت شمس جريئه وخلاص يعني. فانا رايح لحد كده في اوتيل، فلقيت عمرو، كان عمرو في نفس الاوتيل كان بيلعب رياضه وجاي هو وصديق لنا كمان يعني كان معاه في الفرقه. قال لك سمعني، فقال لي اخر سمعني اخر حاجه عاملها. قلت له حاجه بتقول اسكندريه يا اشواقنا شطك وتتتتت. هو سمع المزيكا قال لي دي بتاعتي، اطلع معايا الاوضه عشان نخلص الليله دي يعني، تكتب لي تنازل. ذكاء ذكاء. تخلص الليله وتخلص اللحن معاه. اللحن كان خلصان. هنا قدر لعب برضه لعبه. اللحن كان خلصان برضه. انت ما رحتش، ما خبطتش. انا ما رحتش. انت قابلته. عمرو محظوظ وذكي الاثنين مع بعض. عمرو اختارها طبعا. عمرو دياب حاله خاصه جدا. عمرو دياب شخص مجتهد للغايه ورائع وقلب جميل على فكره، عشان يعني من الاخر يعني اكيد. ما هو ربنا ما بيديش حد كده يعني. بيتحول لايقونه، ان هو اكيد في حاجات حولته مش موجوده عند حد تاني. عمرو دياب اختارها قبل ما نوصل الدور اللي احنا ننزل فيه. قال لي دي بتاعتي، وقف الاسانسير قال لي تعالى معايا. انا كنت رايح لناس تانية، فقعدت مع عمرو رزقه خلصنا الموضوع وكتبت له تنازل ومش عارف. قال لي مين يكتب؟ قلت له رضا امين. فكتبها شوقنا طبعا، قال لي لانه كان كاتب له خالصين، كنت عامل له خالصين كده. لو شوقي قد بالشوقي يبقى احنا كده خالصين.